كان الكلام في القضية المتواترة والقضية التجريبية، وأنها كيف تفيد اليقين بناء على المنطق الأرسطي. بالأمس نحن أشرنا إلى شبهة، هذه الشبهة لعله أوقعت البعض في التوهم. ولكي يتضح المطلب جيدا نقول بأن بحثنا لم يكن في اليقين الذي يكون مصيبا للواقع أو لم يكن مصيبا له. ليس البحث هنا في أن ما نقطع به مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع. قلنا أن الإصابة لها معنيان، معنى أنه كاشف عن الواقع، مصيب للواقع وغير مصيب، ومعنى أنه من حقي أن يحصل لي القطع واليقين أو ليس من حقي ذلك. أنا بالأمس عندما قلت لعل الناس اشتبهوا، هذا اشتباه بالمعنى الثاني مو اشتباه بالمعنى الأول. أنا كنت أتكلم على هذا المستوى وكنت أتصور أن اللي يكلمني أيضا في ذهن هذه النقطة، ولكن يظهر أنهم فهموا من الاشتباه البعض مراد يعني غير مطابق للواقع الخارجي. لا، أنا لست في مقام المطابقة للواقع الخارجي. أنا يقينا عندي بأن ما أعتقد به مطابق للواقع الخارجي، يعني أن هناك نبي خارجي. أنا يقينا عندي بأن ما أعتقد به مطابق للواقع الخارجي، يعني أن هناك نبي وأن هناك رسالة وأن هناك أئمة، هذا كله تام وأقطع أنه مطابق للواقع الخارجي. ولكن لو جاء واحد من الخارج الآن، جاءني ملحد، جاءني مادي، قال أنت حاصل لك القطع؟ أقول نعم. قال من أين حاصل لك القطع؟ يناقشني في أن مقدماتي التي اعتمدت عليها توجب اليقين أو لا توجب اليقين، بغض النظر أنه ما اعتقدت به مطابق أو ليس بمطابق. وإلا أنا لا أقول أن الناس مشتبهون يعني أنه لعله لا يوجد أي شيء، لا، مشتبهون أن هذه المقدمات لا توصل إلى هذه النتائج، يعني خطأ بالمعنى الثاني لا خطأ بالمعنى الأول. الإخوة يتذكرون، ما أدري، في بحث حجية القاطع هناك قلنا في بحث التجري ماذا قلنا؟ قلنا أن الإصابة قد تطلق على أحد معنيين، الإصابة لها هناك معنيان للإصابة. لعله شخص من خبر الواحد يحصل له قطع وقطعه مطابق للواقع، ولكن لو أراد في مقام المحاججة أن يثبت يقينه يستطيع أن يثبت أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ليس البحث في أن هؤلاء المسلمين عندما قطعوا بأن هناك رسالة ومرسل ورسول يعني اشتبهوا لعله أساسا كل شيء ماكو، لا، مو مع الكلام في الإصابة بالمعنى الأول. كلنا نعتقد أن ما نعتقد به، ما نحن على يقين منه، له مطابق خارجي. ولكن لو جاء واحد من الخارج ولا وناقش في متبنياتنا، قال من قال لكم، أنا لو سألني قال من قال لك أن هناك قرآن، ماذا أجيبه؟ أن هناك كتاب منزل من الله، ماذا أجيبه؟ أقول أنا يقين على ذلك. يقول بين لي كيف حصل لك اليقين. أنا ما أريد يحصل لي اليقين، مو معاند، أنا ما أريد يحصل لي اليقين، ولكن أنت حصل لك اليقين لأنه ولدت من أبوين مسلمين متدينين وعشت في ظروف كلها إيمان وإسلام ومنبر إلى آخره، فمجموعة هذه هيئت لك الظروف أنت ماذا؟ أن يحصل لك اليقين. ولكن أنا الذي عشت في ظرف مادي وعقائد
منحرفة لا تؤمن بوجود الله ولا تؤمن بالنبي ولا تؤمن بأي شيء. أنا بيني وبين الله أريد أن يحصل لي اليقين، ولكن بأي طريق؟ أقول له تعلم ما هو الطريق؟ يقول نعم. أقول بالتواتر. أقول شنو معنى التواتر؟ أقول له الآن أستدل لك. أقول لو اجتمع 100 وأخبروني أن هناك شخص باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 100 أخبروني بذلك. قال خب وإذا أخبروك لعلهم كذبوا جميعا؟ أقول لا، توجد كبرى عقلية تقول وكلما اجتمع هؤلاء 100 على إخبار فهم يستحيل أن يكونوا كاذبين. إذن هذه 100 إخبارهم ماذا؟ صادقون. حتى إذا إجا واحد وناقشني في الكبرى، قال من قال لك أن هذه الكبرى تامة؟ كما ناقش فيها السيد الشهيد. بعد أنا دليلي، يوجد عندي دليل، مو عقيدتي مطابقة للواقع أو غير مطابقة، أنا عندي دليل أو ما عندي دليل؟ أنا بعد ما عندي دليل، ولكن إن شاء الله ما أعتقده صحيح ومطابق للواقع، لكن هذا ما أقدر أقول. خب سيدنا أيها السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، ما هو الطريق؟ يقول الطريق أنا أقول لكم، الطريق أنه كلما أخبر شخص عن قضية يوجد احتمال 1 من المليون أنه صادق، يوجد أو لا يوجد، إلا أن تقطع بكذبه، ولكن خارج عن محل الكلام. عندما يخبرك بقضية وهو أن زيد قد قتل أو مات، ثم يأتي الثاني ويخبرك أيضا، يرتفع قوة احتمال القضية الأولى أو لا يرتفع؟ ثم يأتي الثالث، ثم يأتي الرابع، ثم يأتي الخامس، إلى أن ترتفع قوة احتمال القضية، ترتفع 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 إلى أن تصل كاملا. بالعكس، كانت احتمال الصدق 1 من المليون، الآن صار احتمال الكذب قد 1 بالمليون. هنا السيد الشهيد يقول وحيث أن العقل البشري لا يحتفظ بالاحتمالات الضعيفة، إذن سيسقط هذا، مو يسقطه، سيسقط، مو يسقط، سيسقط. فإذا سقط الإنسان يحصل له اليقين بالقطع. يقول كيف سيدنا؟ يقول بعد هذا لابد تدرسون عندنا الأسس المنطقية للاستقراء حتى تفهمون كيف أن الاحتمالات ونظرية اليقين ونظرية الاستقراء والاحتمال توصل إلى اليقين الموضوعي، يعني هي تستحق أن يحصل منها يقين. دليل هذه المقدمات لو حصل لإنسان منها يقين لم يكن مجازفا، بل كان على حق لو حصل له اليقين منه. كيف أنه لو أجرينا القياس من الشكل الأول وحصل لنا اليقين منها، نحن هذا اليقين مجازف فيه أو على القواعد؟ على القواعد. أنت إذا قلت العالم متغير وكل متغير يحتاج إلى وكل متغير حادث، العالم حادث لو مو حادث؟ ها؟ هذا اليقين بالنتيجة لو آمنت بها أحد يستطيع أن يناقشني أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه على القواعد. من حصل له اليقين بالنتيجة من هذه المقدمات لم يكن مجازفا في حصول هذا اليقين. ثم وكل حادث، العالم حادث صغرى، وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى محدث. نعم، من يريد أن يناقشني في النتيجة لابد أن يأتي ويناقش في المقدمات، مو يناقشني في النتيجة. النتيجة إذا تمت المقدمات فالنتيجة طبيعية، هذا معنى يقين موضوعي، يعني أنت من حقك أن تأخذ هذه النتيجة إذا تمت هذه المقدمات. نعم، من حقك ماذا؟ أن تناقشني في المقدمات، تقول هذه المقدمات غير تامة. من قال لكم وكل متغير حادث؟ من أين هذا تثبته؟ أساسا من قال لكم أن العالم متغير؟ أنا أقول عالم ساكن. إذن لابد أن أثبت لماذا؟
المقدمات، مو أثبت للنتيجة بعد أن تمت المقدمات. إذا تمت المقدمات فالنتيجة بعد لا يمكن أن يناقش فيها. ما أدري واضح ولا؟ وهذا هو معنى اليقين الموضوعي، مو الإصابة وعدم الإصابة للواقع. أني من حقي أن يحصل لي اليقين أو ليس من حقي. هنا السيد الشهيد يقول: بناء على ما ذكره المنطق الأرسطي لتفسير القضية المتواترة ليس من حقه أن يحصل له اليقين. بعد سيدنا كيف يقول: بناء على ما أقول أنا من حقه أن يحصل له اليقين. واضح إلى هنا المطلب؟ هذا بالأمس إحنا قرأنا أو ذكرنا تقرير المطلب، فقط بقي تطبيقه. قال: والأخرى، هاي القضية التجريبية، والأخرى بمثابة الكبرى. قلنا أن التجريبية لها صغرى ولها كبرى. صغراها اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد من المرات. أنا كلما ضربت الكرة بقدمي تحرك. إذن هو توجد عندنا حادثتان، حادثة ثانية وهي حركة الكرة، حادثة أولى وهي ماذا؟ ضرب الكرة بالقدم. خب أكو علية ومعلولية وما أكو علية ومعلولية. في التجربة الأولى أقول لعل الرجل هي العلة، ولكن ولعل الهواء أيضا عندما أنا ضربتها أيضا كان هناك ماذا؟ هواء قوي وحرك الكرة. احتمال وارد لو مو وارد؟ في التجربة الثانية هم تحركت الكرة. أقول لعله أنا غير بصير، لعله أنا عندما ضربت الكرة أكو واحد آخر كان ضرب الكرة مو أنا، فتحركت. فإذا حركت الكرة ما كانت بسببي، بسبب عامل ثاني. في التجربة الثالثة ماذا أفعل؟ أقول جرب هذه القضية لإنسان بصير يرى، ثم في منطقة لا هواء فيها، فأحذف العامل الأول المحتمل، العامل الثاني المحتمل، يقوى احتمال أن حركة الكرة من أين؟ من ضرب الرجل. احتمال ثالث أيضا أنفيه بالتجربة. احتمال رابع أنفيه بالتجربة. احتمال خامس أنفيه بالتجربة. هذا الاستقراء هكذا يقول، يقول إلى أن نصل أن احتمال حركة الكرة من ضرب الرجل يصل إلى ماذا؟ يصل إلى قريب من اليقين. هذا الاستقراء الشكل يقول. منطق الأرسطي ماذا يقول؟ يقول لا، لو قلت أنه في المرة الأولى تحركت الكرة ولم تكن العلة ضرب الرجل، يعني تحركت الكرة صدفة، في المرة الثانية هم صدفة، في المرة الثالثة هم صدفة، وحيث أن الصدفة ليست دائمية ولا أكثرية، إذن السبب لها ماذا؟ ضرب الرجل. واضح المطلب؟